اخي فوت على الطريق ديال طروكو كيمشي للنادور يحط السلعه ديالو يولي لدارو يغطي الطوموبيل ديالو يتلاكى مع راسو. هذه التصريحات ديالو هو عند الشرطه يعني ماشي من عندي انا. حتى كيجيو يعتقلوه كيفوت غير واحد يومين وبكل وقاحه كيجيو ناس كيصيفطهم هو ما عرفتش شنو بيناتهم كيصيفطهم هو كيقول لهم كلها تنازل كل وقاحه كيقول لها كلها تنازل. نظركم انتوما هاد الناس هادو اللي جاو شكون هما؟ السكينه ديال الحي اللي شافوا الحديده ولا سمعوا عليها يعني عارفين اللي بيطي شنو هما. كيجي عندي كيقول لي والمدير ديال المدرسه شخصيا كيجي عندي وكيأكد كيقول لي معليش يا استاذه نازلي للسيد وغادي تشدي الفلوس ديال لاسيرونس والفلوس ديال السيد وغتبني بها دار والحياه ديالو حتى هنا السيد المدير ديال هاد الطريق هادي. ولدي مشى و 15 يوم ولدت امير اللي ما شافش من الجو ولكن كيشكي الله سبحانه وتعالى وصاحب الجلاله انه يجيب له حقه انه يرد حقه لان السيد عطاولو 3 شهور.